وانا اعرف منين؟ لا معلش، انا عارفه كويس قوي ومتاكده حضرتك تعرف مكانه. في ايه يا ست كريمه؟ بص يا بيه، انا لا عايزه مروان يخرج ولا يرجع تاني، انا عايزه بس اروح له عشان اخد منه كلمه عشان اقدر اطرد جبريه واحط وشها في الارض وابقى انا اللي فوق. ومين قال لك ان انا مش عايز يرجع؟ ومين قال لك ان انا ممكن اعمل اي حاجه تضره؟ مين قال لك؟ محرم بيه، خلينا نقول ان انت مش عايز كده وانا صدقك. لو عايز مروان يفضل في المستشفى اللي هو فيه ويتجنن بجد، انا ما عنديش اي مشكله. يا ستي مين قال لك؟ يا سيدي بس قول لي هو في مستشفى ايه لو سمحت، انا عارفه ان انت عارف هو في مستشفى ايه. سألت عليك قالوا لي انك هنا، قلت اجي اقعد معاك شويه. شويه بس؟ طب قولي شويتين ثلاثه. وعرفت اللي حصل. برافو. ايوه برافو. اوعى تضعف يا حسن، اديك شايف بابا لما ضعف حصل فيه ايه. الدنيا كلها جت عليه، طول ما انت عالي ودراعك شايلك محدش هيقدر يجي جنبك، والدنيا كلها تعمل لك الف حساب. هو انت بتفكر في ايه؟ ايه اللي في دماغك؟ بفكر في ناديه. ناديه؟ نادية مين؟ نادية دي اللي قتلت أبوي، كلنا افتكرناها ماتت. شفتها عند مهدي وقال لي إنها مرته. واللي يعرف لك أصل الحوار ده؟ تقدري؟ طبعًا. طب استقل بيا ولا إيه؟ لا استجل إيه؟ طب تعالي تعالي نشرب حاجة. لا أنا عايزة سجارة، أنا خلاص دماغي هتفرقع. خيلتيني، راحة جاية راحة جاية. اتجننتي ولا إيه؟ جننت إيه؟ هو في جنان أكتر من اللي بيحصل في البيت ده؟ بقول لك يا بنتي يا فوزية، أنا عايزاكي تحكي لي اللي بيحصل في الخروبة ده من طقطق لسلام عليكم. عايزة تعرف إيه أكتر من اللي شفتيه؟ كريمة مش سهلة. أنا حسيت إنها فرحانة في اللي حصل لمروان. آه والله. وجبرية دي يا ساتر يا رب، دماغها زي الصخر. مالها يا اختي عنيده كده ليه؟ بس حسن طيب صح؟ بسم الله ما شاء الله، كل ده عرفتيه من نظره واحده؟ يا بنتي يا فوزيه، البيت ده عاوز له عدله، والا كلنا هنروح في 60 داهيه. يكش خايفه على البيت وعلينا يا نعيم. بنتي يا فوزيه، كنيش فاكره يا بنت ان انا جاي اخد قرشين عشان ابعزقهم؟ صحيح انا بحب العز، بس كمان بحب العزوه واللم. ويا بنت تفتكري ان انا سهله يعني؟ لا ده انا اقدر على كتير قوي. إنما قولي لي بقى، هو مين اللي له كلمة مسموعة في البلد؟ العمدة طبعا. تفضلي. مين حضرتك؟ مدام مهدي موجودة؟ آه موجودة، نقول لها مين؟ تحت أمر. كنت عايزاكي في موضوع. هو أنتِ مين؟ أنتِ اللي مين؟ أنا اللي مين؟ دي صاحبتي. يبقى مش من حقها تسأل. أنا هنيه اللي أقول مين اللي يسأل ومين اللي ما يسألش. حسن اللي بعيدني. حسن مين؟ طب ممكن نقعد بس ونتكلم؟ اتفضلي. حسن ابن أظن عيب قوي على فكرة. حسن ابن عبد الحكيم أخو مروان طليقك. أنت بتقولي إيه؟ أنا وش ما تخافيش، أنا جاية أتفق معاكي. انت ما تعرفيش انا وقفت بره قد ايه لحد ما مهدي خرج. ما هو ما كانش ينفع اقابلك وهو هنا. انا ما فاهماش انت بتتكلمي عن. لا انت فاهمه كويس قوي انا بتكلم عن ايه واقصد ايه. وطالما مهدي مصمم انك تقابلي حسن وجبريه يبقى عايز يخلص منك، بس بطريقته. كلامي غريب. ما هو حسن لما يشوفك دمه هيتحرق وهيفور، وطبعا جبريه مخها هيجيبه هيودي 100 حاجه حقها.
عايزه تاخد ترجوزها الله يرحمه اللي اتقتل، وبكده مهدي هيخلص منك من غير ما يلوث ايده بدمك، صح ولا انا غلطانه؟ وطبعا حسن مش هيعمل اللي في دماغه خالص، ومش هيعمل اللي مهدي عايزه. وخدي بالك البت اللي عامله صاحبتك دي مش سهله خالص، دي بتنقل كل كلمه وحركه لمهدي، ومادام هو قدر يعمل فيك اللي هو بيعمله ده يبقى البت دي مقويه عليكي. وانت اللي عايزه مصلحتي؟ لا، عايزه مصلحتي انا ومصلحتي مع حسن، وحسن مصلحته يبقى الكبير، وعشان يبقى الكبير طبعا لازم يبقى له ظهر، والظهر ده اكيد مش مهدي. عارفه ليه؟ عارفه ليه؟ كويس، طمنتيني انك فاهمه. عشان مهدي مش هيسمح ان حد يكبر اكتر من اللازم. بالظبط كده. وحسن عايز يحط يده في يدي، عايزنا نساعده مش كده؟ ليه لا؟ واول ما يكبر ويبقى فوق يحطني في تابوت ويقفله عليا ويرميني في الترعه. لا خالص، احنا محتاجين لبعض، وطول ما احنا محتاجين لبعض صحاب وحبايب، مش باين نبقى قرايب كمان. حسن عايز يعرف انت معانا ولا لا؟ معاكي في ايه؟ فهميني. هفهمك، بس لازم نتفق الأول. هعتبر إن احنا اتفقنا، وخلي المقابلة دي عربون صدق، وخدي بالك من البت دي قوي قوي، علشان هي زمانها دلوقتي كلمت مهدي وبلغته بكل حاجة. قولي له بقى لما تشوفيه إن أنا جاية أقلب الدنيا عليه علشان أقولك إنه هيتجوز عليكي. آه، بالمناسبة هيتجوزني أنا. أسيبك بقى. أنا مش عايزاكي تاخدي مني موقف، بليز ما تتضايقيش. لا مفيش حاجة. باي. عجبك اللي عملته ده؟ شايفة كان بتكلمني ازاي؟ ويعني اللي عملتيه كان زين قوي؟ تتصنتي عليا يا بت؟ بصراحة كنت خايفة، دي بنت محرم، يعني أكيد جاية وجايبة وراها بلاوي. صح، جايبة وراها بلاوي. إيه ده؟ خير؟ في إيه؟ ما تقولي في إيه؟ طمنيني. يا نادية قلقتيني، في إيه؟ مهدي عاوز يتجوزها. يا نهار أسود. وهي مش موافقة وجاية تقول لي، فاكرة إني ممكن أمنعه. نادية مالكيش دعوة بالموضوع ده خالص، هو حر. حر كيف؟ هو أنا مش مرته؟ نادية ما تنسيش إحنا هنا في حماية مهدي، ومش معنى إنه اتجوزك يعني بيحبك، هو اتجوزك شفقة. أنا آسفة، أنا مش قصدي أضايقك، بس هي دي الحقيقة، وأوعي تغلطي. عندك حق، أنا اللي الجلالة كانت واخداني. افتكرت إن الدنيا نصفتني بعد الهم اللي شفته. أنا معرفاش أقول لك إيه. واحدة مننا محتاجة اللي تفوجها واللي تعرفها مكانها صح. متشكرة. ما تزعليش مني، أنا ما أقصدش أضايقك، أنا بعرفك عشان ما تغلطيش. أنا عمري ما زعل منك. ممكن اطلب منك طلب؟ اموريني. عاوزه فنجان قهوه. حاضر. يا بنت الكلب. ألو؟ أيوة مين؟ أنا نادية. لسه عايشة؟ عايشة يا حسن، قلوبنا كانت هنا ولسه ماشية. وقالت لك؟ وأنا موافقة. أنت عارفة أنا عايز إيه؟ عارفة. طب إحنا لازم نتقابل نتكلم في التفاصيل. مش وقته خالص. لو مهدي يعرف إني بكلمك أو أنا اللي بكلمك عشان أقول لك اللي بينا لازم يدفن وتنساه خالص. وانا ما عنديش مانع. اظن يوم الخميس الجاي مناسب. لا مش مناسب. انا شايف انه مناسب. وبعدين انا عايز لبنى بشنطه هدومها.
هقول لك بلاش شنطة هدومها، أنا عايزها بطولها. اطلع بره يا مهدي، أنا مستحملك لحد دلوقتي. اطلع بره وإلا هدفنك مطرح ما أنت واقف. بره! أنا مش عايزك تشغل بالك بمصاريف الفرح، أنا هتكفل بكل حاجة. واضح ان انت غاليه قوي عند محرم عشان يخليكي تشوفي مروان. كتر خيره، احنا لينا غيره، ربنا يخليه لنا. بس حسن برضه موصي جامد قوي على مروان. لا مش حسن، حسن ده فسفوسه ما بيعرفش يعمل حاجه. كل اللي ورا الحاجات دي جبريه. والله اللي انا بسمعه ان حسن عايز يرد له اللي عمله فيه قبل كده. بس بيتهيألي حسن ملوش اي صله خالص باللي بيحصل. الله، امال مين يا ست ريم؟ معرفش، بس يعني ده احساسي. اتفضلوا جماعة. اه طبعا اتفضل. يلا احساسك. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا. يا اخبارك يا مروان؟ عامل ايه اللي بتعمله ده؟ الله من ايديه ولا هقتلك، هقتلك. مروان اهدى، هتموت الدكتور. اهدى وسيبه. هقتله. بقول لك سيبه. اقعد بس بس. اقسم برب العزه لا تبين حسن وهو حي. ما تقولش كده، ده اخوك برضه. انا ماليش اخوات. طلعني من ايديه. بس اهدى يا حبيبي، اهدى. بص يا حبيبي، ليك حق تعمل كل اللي انت بتعمله ده وزياده حبتين. اهدى بقى، احنا جايين عشان نتفق هنحل المصيبه اللي احنا فيها دي ازاي. اهدى يا حبيبي، اهدى. هنتفق على ايه؟ ممكن بس يا دكتور بعد اذنك تسيبنا شويه؟ حاضر. اقعد بقى. انا عارف يا ريم ان محرم هو الوحيد اللي يقدر يطلعني من هنا. صراحه يعني محرم بيعمل كل اللي عليه عشان يخرجك من هنا. حلو قوي. أنا عايزك تخرج من هنا سليم، عافي، متعافي، صحتك إيه؟ تحط إيدك في الحديد تجيبه نصين، لأن يا حبيبي حسن وجبرية دخلوا البيت، فارجين قلوحهم على الآخر، وأكتر من كده حسن دخل مكتبك وقعد على الكرسي، وقال أنا كبير، محدش كبير غيري، وجبرية راح ترد قايلة إيه؟ حسن هو ابني، مروان ده مش ابني، ده ابني كريمة، ولو مروان خرج من المستشفى هدوس عليه بجزمتي وأدفنه هو حي. حصل ولا ما حصلش؟ الحقيقة يعني الله، احنا هنخبي عليه، لازم مروان يعرف كل حاجة. حصل. بص بقى، حسن مش لازم يبقى الكبير، حسن لو طال في ايده أي حاجة هيدفننا كلنا بالحياة، سمعت؟ أعمل إيه؟ أنا محبوس هنا بين أربع حيطان. أنا أقول لك تعمل إيه؟ الأول أنت عندك شك إن أنا عايزة مصلحتك بجد؟ لا، قولي. تعمل توكيل بالإدارة للست كريم. أيوه، تبقى مسؤولة عن البيت والشغل والأرض وكل حاجة، بس ما تقدرش تعمل أي حاجة غير بعد موافقتك أنت، لحد ما نخرجك من هنا، كأنك أنت موجود بالظبط. لا لا يا ريم، لا يا حبيبتي، أنا ما أقدرش على المسؤولية دي. وما تضغطيش على مروان يا حبيبتي. أه، أنا كل اللي أنا عايزاه يا حبيبي إن أنت تخرج من الهبابة دي، تلاقي البيت الكبير مفتوح لك، ومحدش مد إيده لا على كبيرة ولا على صغيرة. فهمت يا مروان؟ أنا موافق. اهدى. مش قادر. لا، لازم تقدر وتفكر زين كمان. لازم أكسره. لازم نحط رقبته تحت جزمتي. هيحصل. أنت ما عندكش فكرة أهني قد إيه. مش عارف أنا سكت له ليه، مش عارف. أنا كان لازم أضربه برصاص. مش حل. بالعكس، أنت كده هتعجد الحكاية أكتر. المهم إحنا هنعمل إيه؟ أنا خدت لك ميعاد. بس المهم انت تكون جاهز. وانا جاهز. بس انا عارف ان كل حاجة باسم مروان. مروان خلاص اتجن، مش هيطلع من المكان اللي هو مرمي فيه،
والمحامي النهارده هيكون عندي والعمل مروان سهل يعمله حسن. وكريمة ربنا يتولاها. تعرف انها النهارده راحت تزوره؟ وماله؟ حاجة شوز بتاعه لازم تطمن عليه. بس مش هتسكت. اللي تقدر عليه تعمله. واللي دخل مروان السرايا الصفراء يدخل كريمة. كل التمويل اللي انت عايزه هيكون معاك. انا عارف انا بقول ايه. مهما كان اللي بيقدمه مهدي انا هقدمه واكتر شوية. بس مهدي ما كانش بيقدم فلوسه بس. هنا يجي دورك يا محرم بيه ولا ايه؟ انا معاك. معاك. سعيد جدا ان انا وانت هنبقى شركة واحدة. وربنا يتولى العادي. وحشتني يا روح قلبي ماما. انت شمس هي جبرية طردتك من البيت يا شمس؟ لا انا اللي مشيت. انت اللي مشيتي؟ علينا احنا برضو الكلام ده؟ في الاخر جيتي بيت عبد السلام، البيت اللي ابوكي قتل فيه صاحب عمره، فاكره ولا نسيتي؟ ما لقيتيش غيره يلمك برضو في الاخر يا شمس. ايه يا شمس عودي رايحه فين؟ ما عايزاش اقعد في بيت فيه العجربه دي. عقربه لما تلوشك يا بعيده. ما تبصليش كده، انا ما بخافش منك يا بنت جبريه. بنت جبريه؟ صدق انك واطيه. بنت جبريه، هو عيب؟ مش احنا بنات كريمه؟ مش كل ما حد يتكلم يقول بنات كريمه؟ انت كمان بنت جبريه. بس الفرق بقى بين امي وامك ان امك قتلت قتله افعى. امك عاد هي اللي حمامه سلام؟ امك هي اللي قتلت ابويا. ما حصلش. لا حصل، اقسم بالله ما حصل. لا حصل يا شمس. انتوا بتقولوا كده عشان خيالكم المريض مصور لكم ده. انتوا بتكرهوا امي، لكن الحقيقه ان انت اللي قتلتي ولدي يا رتال. يا اختي احمدي ربنا انه مات. مش احسن ما كان جه وتبقى جدته جبريه؟ انا مش عارفه عبد الله لما يكبر هقول له ان دي جدتك ازاي. ما خلاص بقى يا رتال اهدي شويه. هو انت مش كنت جايه تاخدي حاجتك وتمشي؟ لا يا حبيبتي، انا جاي اقعد هنا بعد ما حسن طردنا. اصل مروان خلاص بخ بح ما عادش فيه. او انت ما تعرفيش يا شمس ان حسن دخل مروان مستشفى المجانين؟ يعني في الاول حسن وبعدين مروان، يعني انت اخواتك الاثنين مجانين. ما فاضلش غيرك تشرفي عنبر النسوان. تصدق اني هقوم اضربك بالجزمه؟ معلش انا مش هرد عليكي عشان عارفه ان انت مش في وعي. بس اللي اعرفه بقى ان جبريه لما تطرد حد من بيتها بتعتبره مات. يعني انت بالنسبه لها ميته دلوقتي يا شمس. ميته. يلا انا هطلع استريح فوق شويه يا شهد. البيت بيتك يا بنت عمي. هتعملي ايه يا شمس يا حبيبتي؟ ما عايزاش حاجه من حد. ما عايزاش حاجه من حد خالص. هو ايه ده اللي ما عايزاش حاجة من حد خالص؟ ايه؟ هترجعي تاني تقعدي في البيت الكبير وتقفلي على نفسك الأوضة الضلمة لحد ما تموتي؟ ولا تفضلي تتنططي كده من بيت لبيت؟ أعمل ايه؟ ربنا ما يحكم عليكي. هو ايه ده اللي تعملي ايه؟ ده انتي عندك بيت وأرض وفلوس مالهمش آخر، وعلى قولك فتحي عايز يرجع لك، يعني تقدري تعيشي؟ ايه؟ خايفة تعيشي؟ ولا خايفة ترجعي لفتحي؟ ولا خايفة تقولي إن أنتي عندك حق وعايزة تاخديه؟ شهد، أنت بتقولي كده عشان عايزة مصلحتي؟ ولا عايزة تجويني على أمي وأخواتي؟ طبعًا عايزة مصلحتك. هو أنا هاخد منك حاجة وأحطها في جيبي؟ لا، أنتي ما عايزاش مصلحتي. أنا شايفة في عينيكي وصوتك نار عايزاها تولع. بس للأسف كلامك كله صح. أنا عايزة أعيش ولا أدفن بالحياة؟ أرجع لفتحي زي عمتي ما رجعت لمحروس، ولا عايشة كده زي البيت الوقف؟ اعملي اللي أنت شايفاه في مصلحتك يا شمس. تعرف إن رتال صح، كلامها كله صح. أنا هنا في بيت عمي عبد السلام
لابويا قتله في ساعه غضب. عمي عبد السلام اللي كان بيحبني كانت بنت واكتر. واحنا صغيرين واحنا رايحين المدرسه كان عمي عبد السلام بيروح الغيط، كان ينده علينا ويدينا حلاوه، كان لازم يحلي بوكنا واحنا رايحين واحنا جايين. كان بيبقى واقف في الارض، ارضه كانت واسعه وحلوه زرعتها طيبه، كنا ننزل ناكل من الموجود، عمره ما زعل ولا اتضايق. كان دايما يقول عيال عبد الحكيم عيالي واللي في بيتي ملك ليهم. كان بيبقى مبسوط لما يشوفني ماشيه مع نادي. تعرف يا شهد، بعد كل اللي حصل ده لسه بيته مفتوح حتى وهو ميت. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان نفهم يا بنت عمي، عشان نفهم ان كل اللي احنا فيه ده غلط. حلو قوي الكلام ده، وحلو ان انت تفتكريه وتقلبي نفسك وتقعدي تعيطي، بس مش تفوقي بقى، والا هتلاقي نفسك واقفه في مكانك وبقى عندك 100 سنه. عايزه ايه يا شمس؟ عايزه ترجعي لفتحي ولا عايزه تاخدي حقك؟ ولا عايزه ترجعي تقعدي في البيت الكبير وتقفلي على نفسك الاوضه الضلمه اللي ملهاش لا باب ولا شباك؟ احسبيها صح وفكري. الا يعني لا سالت فيا ولا سالت عليا ولا حتى سألت على أخوك الصغير. مرنتي، أنا مش عايز وجع دماغ. مرة؟ أيوة مرة. هتقعد هنا ما اسمعش حسك، يلا تاخد اللي معاكي وبالسلامة. ده يا أخويا البلاعة اللي انفتحت في وشي دي. بلاعة؟ طب اخفي من قدامي. بقولك إيه؟ أنا عايزاك تقعد كده تتكلم معايا عادل، ناخد وندي بشكل ودي، تفتح دفاترك وتقول لي على اللي فيها. أنت مالكيش حاجة يا نعيمة. نعم، الكلام ده يا أخويا تقوله لأمك، تقوله لولاد عمك، تقوله لعمتك، انما عندنا لا، تفتح دفاترك وتقولي ليكي كده وكده وكده. سمعت انا قلت ايه؟ سمعت الرعد في ودنك يا بعيد. ده الهم والغم اللي انا قاعده فيه هنا ده. اسمع، النهارده بالليل مش بكره الصبح تفتح اوراقك ودفاترك وتقولي يا مرات ابويا انت ليكي كيت وكيت وكيت، ويكون في معلومك بقى انا مش ماشيه من هنا بكافي، اما يجي كافي ومزاجي ابقى اخد بعضي وامشي. مفهوم؟ طب اخفي. خفي اسمك من الدنيا يا بعيد. الله يسامحك يا عبد الحكيم. انت فين؟ وانت من امتى بتسالي؟ من النهارده. لبنى كانت هنا بتعمل ايه؟ كانت هنا عشان تقول لي ان سعادتك عاوز تتجوزها. وانت طبعا فرحتي لي صح؟ تحب البسها لك فستان الفرح بيدي؟ قلبك ابيض قوي يا حبيبتي. انت عاوز تجنني؟ عاوز تتجوزها ليه؟ لا ده انت غيرانه بقى يا لولو. غيرانه؟ من دي؟ انت بتحبيني؟ ليه يا مهدي؟ ليه عاوز تتجوزها؟ اوعى تقول لي الكلام القديم وانك عاوز تكسر محرم. محرم؟ تاني محرم؟ مش عايزه تدوسيله على طرف؟ اسمعي ما اقولك، انا اعمل اللي انا عايزه كله على مزاجي، وانت ما تقوليش غير حاضر ونعم وبس، فاهمه؟ مهدي هو في ايه؟ على طول كده؟ وإلا على طول ده؟ ما قدرتيش تستحملي، رحت قلت له كل حاجة حصلت. أنت بتقولي إيه؟ بقول اللي أنت بتعمليه، واللي أنت فاكرة إني ما واخداش بالي منه. عيب قوي، عيب قوي بعد كل اللي عملته علشانك تتهميني إن أنا ممكن أعمل حاجة زي كده. شوفي، أنا هقول لك الكلام اللي أنت قلته لي قبل كده. مهدي ملوش عزيز ولا غالي، وأنت زيك زي أي حد، وأنا كمان. والنهارده لو عايزك هيشيلك جوا عينه، بس بكره يرميكي.
وانا وانتي ما كناش نبقى يد واحده هنروحوا في داهيه. انت عارفه ان كل واحد في الفيلا دي عين من عيون مهدي، يعني مش لازم انا اللي اكون قلت له يعني. بس انا عارفه ومتاكده ان انت بقيتي عينيه وودانه. ما انا مش هخسر مهدي عشان سواد عيونك. بس تخسرين انا عادي مش كده؟ تبقى عيني في اول محطه. ما هو مش معقول بعد كل اللي عمله علشانك واتجوزك وعايشك حياه عمرك ما تحلمي بيها تعملي معاه كده. ده انت غيرانه على كده. غير منك انت؟ ليه ان شاء الله. ماشي يا منى براحتك. اللي انت فيه ده مش حلو. اعمل ايه بس؟ انت كده هتموتي. المفروض اصلا تبقي بنت جامده عشان تعرفي تدوري على الواد، هو حد هيدور عليه غيرك. طب انا عايز اقول لك حاجه وما تقوليش ان انا بسخن. انا مش فاهم الراجل اللي اسمه حسن ده خالص في موضوع ضياع الواد. ده ولا كاني اللي ضاع كدي ولا معزه. زعل ومهن وخلاص، خلصت الحكايه، غريب قوي. هو بيت عبد الحكيم كده كل اللي فيه قلبه حجر حتى على عياله. وقسوة القلب جابها منين؟ من أمه وأبوها الله ينتقم منهم. الراجل ده لازم يندم إنه سابك. لازم لما يشوفك يسأل نفسه وأنا سبتها إزاي؟ والكلام ده مش هيحصل يا مفيدة طول ما أنتِ مهدودة من الحزن كده. الحزن ما بيرجعش اللي راح وأنتِ وراكي شغل لازم تدوري على الواد. عندك حق. أنا طول الوقت عندي حق. وبعدين أنا مش فاهم أصلاً اللي اسمه حسن ده قدر يسيبك ازاي؟ قلبه طوعه يطلقك ازاي؟ انت جميله قوي يا مفيده قوي. ياك فاكر ان قلبي مكسور وان الكلمتين من اللي انت بتقولهم يخلوني ارمي نفسي في حضنك؟ مين قال كده بس؟ ما تهريش كتير، قول عايز ايه؟ تتجوزيني. انا جيت لك دغري وجبت من الاخر. انا اصلا دلوقتي راجل مهم قوي في البلد وشغال عند راجل اهم. العمدة شخصيا. عند العمدة؟ شخصيا. بس من غير بس. انت بنت وحدانية وانا راجل مقطوع ومش هتلاقي حد يحس بيكي قد ما انا احس بيكي يا مفيدة. اوعى تكوني فاكرة ان اللي اسمه حسن ده اتجوزك عشان بيحبك. هو اتجوزك عشان شاف فيكي لعبة حلوة عايز يلعب بيها ولعب خلاص. أكلة لذيذة كان نفسه فيها وكلها خلاص. إنما عمره ما فكر يعيش معاكي ولا يحبك. ليه؟ عشان هو مش زيك وانت مش زيه. انتوا الاتنين مش زي بعض. إنما احنا الاتنين زي بعض وشبه بعض يا مفيدة. محدش هيحبك في الدنيا زي صوفة. محدش هيخاف عليكي زي صوفة. مش هتلاقي حضن حنين تترمي فيه وتعيطي براحتك غير حضن صوفة. لا مؤاخذة يا حسن باشا ما اقدرش. طول عمرنا عارفين ان مروان هو اللي بيبيع ويشتري وهو صاحب المال. فاهمني؟ ده حتى من ايام الحاج الكبير. اللي بقول لك عليه هو اللي هيمشي. بعدين مروان خلاص. خلاص؟ خلاص ازاي؟ بعيد عنك عجله خف. هنعمل ايه؟ الدنيا جلابة. طول عمرنا بنتعامل مع مروان ايوه وعارفين ان الحاج سايب كل حاجه في يده. عشان كده لازم اتاكد ان انت بقيت المسؤول. يعني حاجه تثبت الكلام ده. انا ولد عبد الحكيم والمال مالي. ما تزعلش مني. اللي انا عرفته ان الحاج الكبير كان كاتب كل حاجه لمروان. انا تاجر وراس المال جبان يا حسن يا ولدي، يعني ما ينفعش احط ملايين في البضاعه وانا ما عرفش مين اللي هيبيعها لي، صاحبها ولا لا؟ على العموم فكر وكلمني، وانا مش هلاقي احسن منك اشتري منه محصوله، سلام. لا سلام ولا كلام. انت مالكش حاجه عندي. يا ريت تشوف حد تاني يبيع لك ولا تشتري منه.
أنا اللي يخني ما منلوش. نصيحة مني ليك يا ولدي، ما تاخدش الكلام على أعصابك. المفروض إن أنت تاجر كبير في السوق وتاخد الكلام كده بالراحة، لا توجع مننا. مش هتعتب البلد دي تاني برجلك. يبقى حد يبيع لك ولا تشتري منه. مالك يا حسن؟ مبسوط بالمكتب يا حسن؟ حقك، مش هقول انه مش حقك، وهقول لك كمان ان مروان كان غلطان. عايزني اقول لك الاكتر من كده؟ مروان غلط فيك، واللي انت بتعمله ده رد فعل طبيعي جدا لما يبقى ابن عمك، ابن خالك، صاحبك، بس مش اخوك. مش عارف، حاسس كده كأنك ملاك نازل من السما. يا ريت. والمفروض اني اصدق، مش كده؟ بقول لك ايه؟ ما تيجي كده نقعد مع بعض نحسبها ونقسمها وكل واحد ياخد حقه. وانا ما عنديش مانع. يا ريت. زمان؟ مش زمان قوي يعني. لما ابويا مات وجينا لكم كان لينا حق، وانت عارف ان احنا كان لينا حق. أبوك وقتها قال لأ مالكوش حاجة. أبويا مات يا حسن ومات مقتول، ومش هنتكلم في الموضوع ده، أنت عارف مين اللي قتله، لأن الحكاية دي خلصت وانتهت خلاص. مروان لعب في الورق وخد كل حاجة، وأنت كمان تقدر تعمل زيه وتاخد كل حاجة، وأنا عن نفسي هشهد إن هو باعلك وإنك اشتريت. ومش كده وبس، أنا كمان هقف قصاد أمي وأقول إن هي خدت الفلوس وبعترتها وخسرتها. إيه؟ حبيتينا كده مرة واحدة؟ ولا حصل لمخك حاجة أنت كمان؟